بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. احنا اليوم موضوعنا في مادة الفود مايكروبيولوجي، المحاضرة الخامسة، اللي هي بعنوان سي فود فيش اند شيلفيش، اللي هي الأسماك والمحاريات أو الأسماك اللي فيها محار أصداف. As used in this chapter, the term seafood all cover fish, shellfish and mollusk، اللي هي الأسماك والمحاريات والرخويات. هذه كلها مجموعة من الأسماك اللي ممكن نجدها في الأسواق. All water fresh marine warm or cold، يعني بأنواع المياه، سواء كانت المياه عذبة أو مياه مالحة، cold أو warm، يعني بأنواعها من ناحية الحرارة من ناحية الملوحة. In general, the biota of fresh seafood animal is reflective of the water from which it is taken. يعني الميكروبات اللي موجودة في هذه الأسماك تعكس البيئة اللي هي فيها. As is the case for meat animal, the inner tissue of the healthy fish are sterile. يعني زي مع اللحوم الأخرى إنها بتكون معقمة أو خالية من الميكروبات. With fish, the microbial biota is found generally in three places، في ثلاث مناطق. The outer slime، اللي هي المخاطيات الخارجية، والجلز اللي هي الخياشيم، والإنترنال انتستين أو الأحشاء الداخلية. Fresh or warm water، fish tend to have biota that is composed of more mesophilic أو mesophil gram positive bacteria، يعني في أنواع من البيوتا أو الميكروبات اللي هي بتكون جرام بوزيتيف، تعيش في درجات الحرارة المتوسطة، بكتيريا than cold water fish which tend to largely gram negative. The indigenous bacterial biota marine water is gram negative، يعني البكتيريا الداخلية الكامنة اللي هي indigenous بتكون جرام نيجاتيف. مايكرو أورغانيزمز، as noted above، the overall sanitary quality of the water from which these animals are taken is key to the over microbial quality of fish أو fished products. يعني الميكروبات اللي بتكون موجودة تعكس البيئة اللي هي موجودة فيها الأسماك. Beyond the water source, microbes are picked up at various processing steps such as peeling, evisceration and the like. يعني الأسماك بتمر في مراحل إعداد، من البيلينج اللي هي التقشير القشور، والإفزيريشن اللي هي إزالة الأحشاء. هذه كلها طبعا خطوات تؤدي إلى الكونتامينيشن أو التلوث. Most microbial contamination was found to occur during filling and subsequent handling prior to packaging.
يعني معظم وسائل التلوث اللي ممكن تصير في الأسماك هي أثناء الإعداد، يعني الإعداد وإزالة القشور وإزالة الأحشاء والحاجات هذه ممكن تصير طرق الكونتامينيشن. These investigators showed that the total count increased from log 10 65 من 100 in the morning to log 10 65. يعني هي بتزيد من الصباح لما يعني نجيب الأسماك من الصباح لا الظهر مثلا، بتزيد الكونتامينيشن أو عدد البكتيريا اللي موجودة من لوج 10 65 لكل جرام إلى 65 لكل جرام. طيب بعد الأفترنون يعني في المساء ممكن تزيد للوج 10 95 من 100 لكل جرام، يعني كل ما قعدت أو يعني زودنا الوقت بيزيد نسبة الكونتامينيشن. In general, frozen seafood and frozen products have lower microbial count than the comparable fresh products. يعني احنا هنا مقارنة بين الفريش وبين الفروزن فيش، بنلاقي انه البكتيريا اللي موجودة في الفروزن اقل من البكتيريا اللي موجودة في الفريش فيش. في دراسة ل 597 عينة فريش اند فروزن الاثنين مع بعض، الايروبيك بليت كاونت عدد البكتيريا الموجوده لوج 10 جيومتريك مينز رينج فروم 53 ل 497 في 240 فروزن، فروم 489 ل 843 فريش. فبنلاقي انه البكتيريا اللي موجوده في الفروزن اقل منها في الفريش فيش. بليت كاونت ار جنرالي هاير اون سي فود وين انكيوبيتد ات 30 درجه مئويه ذان 35 درجه مئويه، اند ذس از ريفليكتد ان ريزلت فروم فيش فريش كراب ميت اللي هو لحوم الكابوريا والكلامز اللي هو لحوم الرخويات. Most of the two predominant species produced الفا هيموليسيز اون شيب ريد بلاد سيلز، اللي طبعا هذه على الميديا اللي فيها بلاد اجار، بلاد اجار بتكون في الفا هيموليسيز اللي هو الهيموليسيز البسيط مش البيتا هيموليسيز. In study of the biota of catfish processing equipment in two plants اللي هو طبعا two plants يعني معملين او مختبرين او مستودعين aerogenous او aeromonas and pseudomonas species were the most abundant genera found. Spoilage of fish and shellfish اللي هو الفساد في الموجود في الاسماك والمحاريات. أول حاجة نبدأ بالفيش. Both salt water and fresh water fish contain comparatively high level of protein and other nitrogenous constituents. طبعا الأسماك معروفة أن موجود فيها البروتينات والنيتروجينات المركبات النيتروجينية مكونات، وطبعا بعضها فيها كربوهيدرات لكن قليل جدا. The carbohydrate contents of these fish is nil or varies
the fat contents varies from very low to rather high values depending on the species. يعني بالنسبة للكربوهيدرات أو الفات بتعتمد حسب نوع الأسماك طبعا بنسبة قليلة جدا. Of particular importance in fish, flesh is the nature of the nitrogenous compound. طبعا النيتروجينس كومباوند تغلب على الكربوهيدرات. The relative percentage of nitrogen and protein nitrogen. طبعا النيتروجينات في نيتروجين بروتين نيتروجين وفي نيتروجين بيور. ففي في ال في التابل أو في الجدول اللي معانا 5-8 from which can be seen that not all nitrogenous compound is fish are in the form of protein. يعني مش كل المركبات النيتروجينية هي بروتين. ففي منها بروتين مع نيتروجين وفي منها نيتروجين. Among the non-protein nitrogen compounds are the free amino acid volatile nitrogen. يعني في النيتروجين المتطاير اللي بيطاير وبيطلع ريحة. Bases such as ammonia زي الأمونيا and trimethylamine creatine taurine and betaines uric acid serine كارنوزين and histamines. يعني الأنواع هذه كلها فيها النيتروجين compounds. The spoilage of salt water and freshwater fish appear to occur in essentially the same manner. يعني الفساد في النوعين بتكون بنفس الطريقة. With the chief difference between the requirements of salt water biota for sea water type environments and the differences in the chemical composition between the various fish with respect to the non-protein nitrogenous constituents. يعني حكاية الفساد في الأنواع الأسماك بصورة عامة هي تعتمد على النيتروجينس كومباوندز ومصدر الفساد. The most susceptible parts of fish is the shell region including the gills. يعني معظم المناطق اللي هي معرضة أو بتفسد بسرعة هي الخياشيم. يعني أنا ممكن أفحص السمكة إنها فاسدة ولا مش فاسدة من الخياشيم. The earliest sign يعني إشارة مبكرة إني أنا of organoleptic spoilage الفساد may be noted by examining the gels for presence of the off odor. يعني أنا باجي بشم ريحة الخياشيم وبشوف إذا كان فيها ريحة فساد ولا لا. طبعا في الجدول اللي حكينا عليه إنه في نسبة النيتروجين ونسبة البروتين والنيتروجين لحاله. يعني احنا عندنا اول عمود اللي هو فيه التوتال نيتروجين او البرسنتج اوف توتال نيتروجين والبرسنتج اوف بروتين نيتروجين. النيتروجين لحاله بروتين نيتروجين والتوتال. وفي عندي النسبه بينهم نسبه النيتروجين للتوتال بروتين نيتروجين. يعني اول عمود فيه التوتال نيتروجين، ثاني عمود في البروتين مع النيتروجين، والثالث عمود اللي هو في النيتروجين لحاله طبعا نتيجة طرح التوتال نيتروجين مع منها
أو طرح البروتين نيتروجين من اللي هو التوتال نيتروجين. It appears that the spoilage of organism first utilize the simpler compounds and the process release various volatile of other components. يعني هي أول حاجة يبدأ الفساد ب utilize the simpler compounds يعني المركبات البسيطة وبعدين بتطلع ال volatile of other. According to Schwann, trimethylamine oxide, creatine, taurine, aspirin, aspirin, and related compounds along with certain amino acids decrease during fish spoilage with the production of trimethylamine ammonia histamine. يعني بتطلع ريحة الأمونيا بالنسبة indicating the الفساد تبعها. Hydrogen sulfide, indoles and other compounds برضو الحاجات هذه ممكن تطلع نتيجة الفساد. Fish flesh لحوم الأسماك differ from the mammalian flesh with regard to autolysis. يعني بالنسبة للفساد بتكون الأسماك أسرع من لحوم الأبقار والعجول اللي هي لحوم الماميليان، فبتكون أسرع في الفساد. Flesh of the former type seems to undergo autolysis at more rapid rate. يعني معدل فساد الأسماك معدلها أكبر من اللحوم العادية. It should be noted that the skin of fish is rich of collagen. In collagen, يعني غنية بالكولاجين. هذه طبعاً السكن أو جلد الأسماك غنية بالكولاجين. The scale of most fish are composed of scleroprotein belong اللي هي scleroprotein أو ال البروتينات الصلبة اللي هي بتكون القشور belong to the keratin يعني مكوناتها الكيراتين مع البروتين وهذا بسموها البروتينات الصلبة. And it is quite probable that these are among the last parts of the fish to be decomposed. يعني القشور هذه اللي هي سكليروبروتين أو البروتينات الصلبة اللي هي القشور مكونة من مادة صلبة من الكيراتين وتكون آخر حاجة بتتعرض للفساد بالنسبة لل إن استدي 159 جرام نيجاتيف أيزوليت يعني 159 عزلة من البكتيريا from spoiled fresh water من الأسماك اللي هي من في المياه العذبة with total aerobic biota of about 108 colony forming units لكل جرام. كان منها ال 108 colony form units كان منها 46 كان سيدوموناس 46% سيدوموناس و 38 كانت شوانيلا. طيب Phenyl alcohol has been shown that to be produced consistently in fish by the specific organism designed that Acromobacter. كانت من الصنف الأكروموباكتر. طيب نيجي ل احنا بدينا في الأسماك الفيش الحين الشلفش أو المحاريات اللي فيها أصداف صدف. The most widely consumed shellfish with this group are shrimps and crabs اللي هي الكابوريا والجمبري and crayfish
جراد البحر يعني عندنا في الجمبري والكابوريا وجراد البحر unless otherwise specified spoilage of each is presumed or known to be essentially the same. يعني فروق بسيطة من الأنواع هذه. The chief differences in spoilage of these various food are referable generally to the way in which they are handled and their specific chemical composition. يعني الاختلافات البسيطة اللي بينهم هي كيف التعامل مع جمع هذه العينات و يعني مكونات هذه العينات. كراستاكين differ from fish يعني القشريات تختلف عن الأسماك بينها having about نصف المية كربوهيدرات موجود فيها نسبة ضئيلة نصف المية كربوهيدرات as opposed to none for the fish presented. Shrimps, اللي هي الجمبري, have been reported to have higher contents of free amino acids than fish and to contain cathepsin-like enzymes, اللي هي الانزيمات المفسدة أو المسببة للفساد, that rapidly break down proteins. بتكون بتأثر على طول على البروتينات وتؤدي إلى فسادها. في عند الجدول هذا في طريقة الحفظ السريمز اللي هو الجمبري. الجمبري طبعا إذا كانت في عندنا العمود الأول اللي هو temperature أو درجة حرارة الحفظ والdays held اللي هو الأيام اللي ممكن نحفظها بدون فساد والأورغانيزم الممكن يكون موجود. أول حاجة في الصفر أو في zero degree centigrade بيكون ممكن نحفظه ل 13 يوم وتكون احتمالية سيدوموناس والخمسة وستة من عشرة ديجري سنتيغريد ممكن نحفظها لتسع أيام موراكزيلا. وهنا طبعا كل ما كانت زادت درجة الحرارة بتقل أيام الحفظ أو مدة الحفظ. مولاسكس أو الرخويات. The molluscan shellfish considered in this section as oyster, لحم الرخويات, clams and squids, الحبار, والscallop اللي هو المحاريات اللي فيها أصداف. These animals differ in their chemical composition from both teleost يعني الأسماك الكاملة أو كاملة المحتويات العظام يعني fish and crust cant اللي هي الرخويات shellfish in having a significant content of carbohydrates material and the lower total quantity of nitrogen in their flesh. يعني هي تختلف الرخويات عن الأسماك بأنها فيها نسبة عالية نسبيا من الكربوهيدرات مش وبعدين فيها اللي هو النيتروجين quantity of nitrogenous في لحمة. The carbohydrate is largely in the form glycogen يعني هي فيها glycogen بنسبة عالية. In the form of glycogen and with level of types that exist in the mollusk رخويات meat fermentative activities may be expected to occur as parts of the microbial spoilage. طبعا نسبة الكربوهيدرات اللي موجودة في المولاسك أو الرخويات تؤدي إلى احتمالية أنها تكون في فساد أكثر لأنه طبعا الليبيدز والكربوهيدرات يعني بيساعد على الفيرمنتيشن أو التخمر. مولاسكان
meats contain high level of nitrogen bases much as other the shellfish. يعني تحتوي على النيتروجين بيز أكتر. The microbiota of molluscan shellfish may be expected to vary considerably depending on the quality of the water from which these fish are taken and the quality of wash water to other factors. The following genera of bacteria have been recovered from the spoiled oyster والسراتيا. طبعا الميكروبات اللي هي ممكن تعزل من الملسكان اللي هي السراتيا, السيدومو, البروتياس, كلوستريديوم, باسيلس, اشيريشيا, انتيروباكتر, شوانيلا, لاكتوباسيلس, فلافوباكتيريوم and ميكروكوكس. As spoilage set in the progressive Pseudomonas and Acinetobacter, Moraxilla species predominant with Enterococcus, or Enterococci, Lactobacilli, and yeast dominant dominantly to late stage of spoilage. يعني البكتيريا بتبدأ في الفساد وبعدين بتنتهي باليست أو الخميرة أو الفنجاي. Due to relatively high level of glycogen, the spoilage of molluscan shellfish is basically fermentative. يعني بيكون في, احنا قلنا نسبة الكربوهيدرات أعلى فبتكون نسبة الفيرمنتيشن والفساد أكتر. Several investigators including Hunter and Linden, يعني هدول طبعا علماء في المجال هذا, proposed the following pH scale as basis of determining microbial quality in oysters. يعني بيعتمدوا الـ pH, يعني بيجيبوا مثلا الأسماك أو المنتجات هذه وبيقيسوا الـ pH تبعتها. إذا كانت من 6.2 ل 5.9 بتكون جيدة. هذه اعتبروها مقياس لقياس الفساد. الـ pH 5.8 يعتبر بداية فساد. pH 5.7 ل 5.5 بتكون معفنة أو فيها عفن أو بداية العفن يظهر. 5.2 pH بتكون خلاص فسدت أو وصلت إلى درجة الحموضة, sour and putrid اللي هو الفساد.